صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح عليكم أعزائي المستمعين مع بداية شهر يونيو، بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه. اللهم اكتب لنا الخير فيه، اللهم اجعله بداية خير وتوفيق وفرج واستجابة دعوات. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج مستمعين الكرام أرحب بمخرجنا المبدع دايما محمد، وبتكون معانا اليوم زميلتي ميرا الخفلي في التنسيق والمتابعة، وبكون معاكم خلال هذه الساعة محدثتكم آمنة آل علي. صحة وسعادة. دائما يسعدني تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. أعزائي المستمعين، في الحلقة اليوم بنتناول الكثير من الفقرات الشيقة والممتعة واللي أتمنى أن تعود عليكم بالفائدة. مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة، نبدأ البرنامج بآخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وننتقل لأخبار ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن موضوع يعني نقدر نقول شيق وجميل، بنتكلم عن إعداد طبق شوربة متكامل في الوجبة الغذائية. وفقرتنا الأخيرة بتكون عن داء السكري عند الأطفال، الأسباب والوقاية وطرق العلاج الجديدة. في بداية البرنامج أحب اليوم أقولكم خبرنا اللي يقول أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب حاسة الشم. أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر. وتشير هذه الدراسة إلى أن المشاركين اللي كانوا في هذه الدراسة أن بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم قدموا لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة، وكانت النتيجة أن اللي يعانون من اختلال حاسة الشم تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هذه الروائح في البصل والثوم والدجاج والفلفل الأخضر. وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، اكتشفنا إثباتات موثوقة بأن كل شيء عندنا يجري في الرأس، وأن الإدراك المشوه للروائح والأحاسيس الإشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة. وتأكد الدكتورة على أن هذه الدراسة قد تكشف مستقبلاً طريقة لتحسين حياة الأشخاص اللي يعانون من اختلال حاسة الشم. وبعد خبرنا أعزائي المستمعين بننتقل لفقرة السوشيال ميديا اللي تحدثنا فيها دائما أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. ودائما في هذه الفقرة من البرنامج تتناول فيه أسماء المستجدات الموجودة سواء على منصاتنا في الانستغرام، تويتر أو حتى تيك توك. نباكم كلكم تتابعونا على DHA_Dubai على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي، لأنكم بتحصلون كل المعلومات اللي تهمكم فيما يخص طبعا الشؤون الصحية وفيما يخص صحتكم والصحة العامة لأفراد أسرتكم. والحين نقدر نقول صباح الخير أسماء. الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي اذاعه نور دبي. يا هلا فيك اسماء، وعودا حميدا للبرنامج. الله يحفظك، ثانك يو. احنا مجموعه من الاشياء حطينا وايد اشياء يعني ممكن نقولها يعني حلوه الباحث. من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها نصيحه او طرق كيف الواحد ممكن يتاكد من ترخيص مقدم الخدمه او المنشأة الصحية، كيف واحد يتأكد ان هذول مرخصين من هيئة الصحة بدبي ولا لا، لان كل المستشفيات الخاصة وايضا الحكومية كل اللي يشتغلون والمرافق والمراكز كلها لازم تكون مرخصة. فحطينا ثلاث طرق للتأكد من ترخيص
مقدم الخدمة والمنشأة. أول شيء عندنا المهنيين وعندنا المنشآت الصحية. من خلال أول شيء في المهنيين يقدرون أنهم من خلال البطايق اللي عندهم أو يلبسونها يبين أنهم مرخصين هيئة الصحة ولا لا. بالنسبة للمنشأة ممكن تأكد من خلال على الترخيص من قبل هيئة الصحة، وأيضا ممكن من خلال موقع الإلكتروني للهيئة يدخلون على صفحة سجل دبي الطبي في الموقع الإلكتروني وبيقدرون يتأكدون من كل الأشياء اللي هم كل الخدمات المرخصة والمنشآت المرخصة في إمارة دبي. أيضا عند الأشياء اليوم أمس كان يصادف اليوم العالمي لمكافحة التبر، ونحن في هالسنة قررنا نحن نتكلم عن السجائر الإلكترونية لأن الناس كانت تستخدمها وتظن أنها أفضل من السجائر العادية، لكن هي أيضا مضرة ولها أضرار وايد كبيرة، خصوصا إذا كان الشخص يعني من أطفال واليافعين والمراهقين ضررة يعني أكبر بوايد. فمن ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها أن تؤثر السجائر الإلكترونية بشكل سلبي على نمو الدماغ لدى الأطفال واليافعين والمراهقين، حيث أن الدماغ هو آخر عضو يكتمل نموه في جسم الإنسان، ولما يكتمل نموه يكون الإنسان في عمر 25. أيضا كنا حاطين مجموعة من المعلومات حول السجائر الإلكترونية، ومن ضمن الأشياء أن المهمة لأغلب الأشخاص أو ما أعرف يعرفونها ولا لا، لكن أنا عن نفسي ما كنت أعرفها، إنها تحتوي على نسبة نيكوتين وهي أيضا مسبب الإدمان، لأن هذا بيخلي يعني هي لها ضرر كبير. أيضا تحتوي على النكهات إنها تخلي الشخص يحب إنه يجربها. في مجموعة كبيرة من الأشياء اللي كنا حاطينها. أيضا نقدر نقول السجائر الإلكترونية تعادل يعني علبة كاملة من السجائر العادية، فيعني هذا دليل إن هي مو أقل ضارا من السجائر العادية لأن تعادل علبة كاملة. وهالأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها. وأيضا وايد مهم إن الناس تتابع يعني خصوصا زي ما قلنا إن لأن عمر 25 نمو الدماغ ما يكون يكتمل في 25، وايد مهم إن نحن نحرص ونتأكد إن عيالنا إخواننا ونحاول معاهم إنهم ما يكونون يعني من أشخاص المدخنين، لأن التدخين لا وايد أضرار على المدى البعيد، وأيضا مو بس المدخن يضر نفسه، أيضا يضر الناس اللي حوله واللي يتمون معاه. في شيء اسمه second hand smoking، في شيء اسمه third hand smoking، ففي يعني حتى الأشخاص اللي يستخدمون أغراض المدخنين أيضا معرضين لنسبة من الضرر. لذلك وايد مهم إن نحن نحرص إن ننصح الناس اللي حولنا ونكون معاهم، ودائما نحسسها من نحن موجودين، وإن يعني عادة التدخين عادة مو بحلوة يعني. فننصح الجميع النصيحة، ونتمنى أيضا أنهم يتابعونا دائما على قنوات التواصل الاجتماعي، وبنذكرهم بالحسابات. نحن عندنا الحسابات اللي دائما فيها أبديت بشكل يومي اللي هو تويتر وإنستغرام وفيسبوك. في تويتر وإنستغرام حسابنا DHA_Dubai، وفي فيسبوك حسابنا Dubai Health Authority. أيضا هيئة الصحة عندها حساب في تيك توك واللي هو DHA_Dubai، وعندنا حساب في لينكدين ويوتيوب وهو Dubai Health Authority. هي تقريبا قنواتنا، وهالأشياء نحن حابين نقولها للجمهور، ونتمنى من الجميع الصحة والسعادة واتباع نمط الحياة الصحي. شكرا لك زميلتي أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. مستمعينا الكرام، بعد فقرة السوشيال ميديا وحدثتنا أسمى فيه عن السجائر الإلكترونية وأضرارها على الأفراد اللي يستخدمون هذه السجائر الإلكترونية، وذكرتنا بمواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تحصلون فيها كل المعلومات الصحية اللي تحتاجونها لصحة أفضل ولحياة أفضل ولنمط حياة صحي أكثر، بتحصلون كل المعلومات والأبديت على إنستغرامنا DHA_Dubai. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة.
صباح الخير أعزائي المستمعين، من جديد أرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، اليوم مثل ما عودناكم دائما في فقرة التغذية مواضيعنا بتكون متنوعة وكذلك مختلفة، ممكن الأشياء اللي مو دائما تسمعون عنها. اليوم موضوعنا بيكون إن شاء الله عن الشوربة وفوائدها وكيف ممكن نعد طبق صحي، ولكن قبل ما ننتقل لفقرة التغذية عندي اليوم نصايح للنساء اللي يتابعوني اليوم على برنامج صحة وسعادة. نقولكم إن صحتك أولا، فكيف بنقول صحتك أولا إلا ما نقول الفيتامينات والمعادن المهمة للمرأة. أولا نقدر نقول الحديد، لأن الحديد يحسن الطاقة ويساعد على تدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويعزز المناعة ويحافظ على وظيفة العضلات. اثنين نقدر نقول فيتامين B12 اللي يدعم الوظيفة المناسبة للدماغ والجهاز العصبي وكذلك خلايا الدم ويعزز الطاقة ويحسن المزاج. والمعدن الثالث اللي هو البيوتين اللي يعزز نمو الشعر والأظافر ويدعم وظائف الأعصاب والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. يعني ممكن أعزائي المستمعين إنكم اللي تسمعني الحين وحابة إنها تتبع نمط حياة صحي تروح وتسوي فحص شامل في أي مركز صحي قريب منها وتتأكد من هذه المعادن إذا مستواها في جسمها طبيعي أو لا. ما نصير ناخذ على طول الحديد وناخذ على طول الفيتامين مثلا B12 ولا غيره، لأن يعني حتى هذه الفيتامينات لها يعني مستوى معين في الجسم لازم تكون موجودة فيه. فكذلك نقدر نقول الكالسيوم لأنه يبني ويحافظ على عظام قوية وصحية ويعزز وظائف القلب والأعصاب. وعندنا أيضا المغنيسيوم، مثل ما نعرف فوائد المغنيسيوم أنه يعزز صحة القلب، وأهم شيء أعزائي المستمعين إذا تسمعوني من النساء اليوم أنه يحسن المزاج. يعني اللي عندها مزاج شيء متقلب تتأكد من المغنيسيوم عندها، ويخفف من أعراض أيضا الدورة الشهرية ويقلل من ضعف العضلات وتشنجاتها. وأيضا الفيتامين الآخر اللي عندنا اليوم اللي هو فيتامين دال، لأنه يعزز المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة العظام والأسنان. وكلنا نعرف فوائد فيتامين دال العديدة وأهمية أن نحن نتأكد من وجوده في جسمنا. نعم، وكذلك بنتكلم عن حمض الفوليك. حمض الفوليك هو عنصر غذائي مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء والنمو السليم للخلايا ووظائفها، وهو ضروري للنمو الطبيعي للدماغ والعمود الفقري لدى الجنين في بداية الحمل. مثل ما نعرف هاي مجموعة من المعادن اللي تهمك كمرأة وتساعد على اتباع نمط حياة صحي. نقدر نقول توجهوا لأقرب مركز صحي وسووا الفحص الشامل وتأكدوا من هاي المعادن مع الدكتورة اللي بتكون موجودة في المركز الصحي، وأتمنى دايما تكون كل فيتاميناتكم في المستويات الطبيعية. والحين بننتقل لفقرة التغذية مع الأستاذة عفرة بن كتة، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي ورئيس قسم التغذية في مستشفى راشد. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور على مستمعينا وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم نكون نفيدكم بالمعلومة الصحية اللي تفيد مستمعينا إن شاء الله. أستاذة عفرة، اليوم مثل ما نعرف نحن الشوربة أنواع كثيرة، وطبعا في الشوربة الجاهزة والشوربة اللي بنسويها روحنا في البيت، فنبغى نعرف منك اليوم كأخصائية تغذية شو هي الشوربة اللي أنتو كأخصائيين تغذية تفضلونها. طيب، أول شيء لازم نعرف هي الشوربة. الشوربة هي طبق أساسي في الوجبة الغذائية، يعني الوجبة الغذائية المتكاملة يكون جزء منها هي عبارة عن الشوربة. ولكن إحنا هنا اليوم بنركز كيف تكون هذا الطبق الأساسي بحيث أنه يتحول إلى الوجبة الرئيسية نفسها، هذا اللي إحنا نبغي اليوم. نعم. بيتحول إلى وجبة رئيسية لما إحنا ندعم هذه الشوربة. إذا دعمناها بالعناصر المغذية واحتياجات الجسم معناتها هذه عبارة عن وجبة غذائية متكاملة بالتأكيد، وليس طبق أساسي أو طبق جانبي للشخص.
طبعا احنا ليش نحاول ندعم الشوربه؟ ليش نحاول تكون الشوربه متكامله؟ هناك في عندنا حالات صحيه تستدعي ان احنا نغير في الوجبات الغذائيه، خصوصا الاشخاص اللي يحتاجون الغذاء الطري مثل الشوربه. هذه الحالات احنا نحاول قدر الامكان نعدل في التكستشر او قوام الغذاء اساس انه يحصلوا كل احتياجاتهم من العناصر الغذائيه. عشان كذا انا ادعم الشوربه، احط فيها كل العناصر الغذائيه. من هذه الحالات مثلا عندنا الاشخاص اللي يعانون من قله الشهيه، واحنا نواجه هذا الشيء. مثل عندنا الاطفال ساعات يكونون في كئيتر ما ياكلون. نعم. هل كنت بذكر لك يا صدق، يعني عندنا مثلا، عفوا استاذه عفره، يعني لأهمية هالموضوع، يعني مثلا الأطفال اللي يكونون وايد بكي في الأكل، إذا شربوا الشوربة أقدر أني أستغنى عن الوجبة؟ إذا مثلا مول ما رضوا ويأكلون بس شربة شوربة البنت مثلا اللي عمارهم سنتين، سنة ونص، سنتين. نعم نروم نستغنى عن الوجبة اللي أنت شتيها كلها بطبق شوربة، بس الطبق الشوربة اللي بنتكلم عنه كيف يكون مدعم، راح نتكلم كيف يكون هذا الطبق. كذلك عندنا الناس الكبار السن العجزة اللي قاعدين على الفراش. وعندهم قلة في الشهية. عندنا ناس اللي عندهم علاجات معينة مثل كيموثيرابي مال السرطانات والأمراض المزمنة وما إلى ذلك، كلهم عندهم قلة في الشهية. فأنا بطريقة وبأخرى أحاول أني أوصلهم الوجبة الغذائية المتكاملة. في عندي مرضى مثلا عندهم مشاكل في الأسنان، فعندهم صعوبة في المضغ، فإحنا نسيطر على الوضع التغذي بأن نوفرهم أكل مثل الشوربة تكون متكاملة، أعطيهم احتياجاتهم. في عندي مثلا مشاكل عصبية، في عندنا ناس عندها صعوبة في البلع مثل كبار السن يشرقون في أشياء معينة، فشو عندهم صعوبة في البلع، فأنا أحاول أني أدعم هاي الشور بحيث لو يأكل منها القليل لكن تعطيه احتياجاته المتكاملة. في عندي مرضى مثلا اللي عندهم عسر هضم ومشاكل جهاز الهضمي، الشوربة دائما تكون سهلة الهضم. عندي اللي يسوون الجراحات الجهاز الهضمي، أي جراحات سواء كانت في المعدة أو الأمعاء، هذين محتاجين للأكل الطري مثل الشوربة المدعمة والكاملة في العناصر الغذائية. نعم. سؤالنا هي كيف أنا أدعمها؟ بالضبط. طيب كيف أنا أدعم هاي الشوربة وتكون بدل ما تكون طبق جانبي تكون وجبة رئيسية متكاملة لهذا الشخص؟ إحنا عارفين إن أساس الوجبة الغذائية المتكاملة هي المجموعات الغذائية، سمعنا عنها، اللي هي مجموعة الكربوهيدرات اللي هي مثلا عندك الخبز والمكرونة وما إلى ذلك، مجموعة اللحوم كل أنواع اللحوم والبقوليات، مجموعة الأجبان والألبان، مجموعة الخضروات والفواكه، مجموعة الدهون. هذه إذا وفرت هذه المجموعات الخمسة كلها موجودة في الشوربة، طبق الشوربة هذا الصغير، معناته أنا عطيت كل احتياجاته من العناصر الغذائية، لأن كل مجموعة فيها عناصر غذائية تختلف والجسم محتاجها. نعم. هي مثلا عندي طبق شوربة، أنا قاعدة أطبخ طبق شوربة هي حق مجموعة المجموعات الكربوهيدرات، هذا المريض اللي عندي مثلا كبير في السن، فيحب أني أنا أقطع له الخبز التوست الطري أقطع لي إياه في الشوربة. إذا أنا أخذت حصة الكربوهيدرات ولا ما أخذتها؟ بالتأكيد أخذيتها. جيت مثلا على وجبة شوربة العشاء، بدل ما أحط له قطع الخبز مثلا حطيت له شوفان، أو حطيت لسان العصفور، أنواع من المكرونة نحطها مثل الأطفال يحبون لسان العصفور في المكرونة، ترى هذه جزء من مجموعة الكربوهيدرات، فأنا غطيت هاي المجموعة. ني حق مجموعة البروتين، أدعمها بنفس الشوربة، أدعمها أحط يا لحم يا سمك يا زياي حسب شو يحب الطفل أو كبير السن عندي أو الشخص. ممكن أحط بقوليات فيها، لأن يعني البقوليات عالية في الكربوهيدرات وكذلك عالية في البروتين. مجموعة الألبان والألبان هاي أنا أروم أتحكم فيها. إذا مثلا هذا كبير السن عندي، كبير السن عنده مشاكل قلب، عنده مشاكل كوليسترول، فأنا بحط له بدعم له من الألبان والأجبان، بس شو يا بتكون قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، فأنا سويتها صحية له. وإذا عندي طفل أبغي أزيد في وزنه، فأنا شو بصير بحط له اللبن كامل الدسم عشان أزيد السعرات الحرارية عنده عشان أزيد وزنه، لأنه هو قليل الوزن. فأنا أروم أتحكم في بالنسبة للمجموعات سواء قليلة الدسم أو قليلة الدسم أو كاملة الدسم، بحيث أني أنا أزيد الوزن أو أنزل، أروم أسوي كنترول لهذا الشيء. مجموعة الخضروات حسب الشخص اللي يحبه من الخضروات، عندي فرايتي، عندي تنوع كبير، ممكن أحط الشيء اللي هو يحبه وبذلك يتقبله ويأكله.
عندي مجموعة الدهون. الدهون لما أنا أي أسوي الشوربة هني أنا أشوف الوضع الصحي اللي عندي، هل هذا شخص كبير في السن ولازم أقلل الدهون؟ إذا سهل وايد أني أنا أحط له منتجات منزوعة الدسم أو قليلة الدسم وما أضيف دهون على طبخة الشوربة. فشي أنا تحكمت في هذا الشيء. عندك الملح، الملح بعد أشوف الحالة، هل حالة كبار في السن عندهم القلب وما إذا مشاكل أوعية دموية، أنا أروم أحط ملح قليل، أروم أسحب الملح ما أحطه، أروم يعني أحطه بشكل معتدل، بعد أروم أسوي لك الكنترول. لذلك أنا عطيته من كل المجموعات الغذائية لما طبخت، حطيت له من كل شيء في نفس الوقت، سهلة المضغ، سهلة الهضم، يعني ولدان قليلة الدسم حسب الحال أو كاملة الدسم إذا بزيد الوزن، قليلة الملح بقدم أو معتدلة حسب الوضع الصحي اللي عندي. وبشي أنا أغطي كل احتياجاته في طبق شوربة واحد. نعم، نقدر نقول أن هذا الطبق اللي يعتبره الكثير أستاذة عفرة طبق جانبي، نحن ممكن نخليه طبق رئيسي حتى ممكن اللي يبون ينزلون وزنهم أيضا أستاذة عفرة، يعني مش فقط للأطفال أو كبار السن، أو حتى اللي حاب ينزل وزنه مو حاب أنه ياخذ مثلا يعني كثير أو يعني يأكل بكمية بسيطة، يقدر يستبدل الطبق بالشوربة مثلا. نعم، هو الطبق نفسه نعم. أعدل فيه بحيث أن يعطيني احتياجاتي من السعرات ومن العناصر اللي أنا أبغيها. نعم، إذا بنقول سؤال أخير أستاذة عفرة، إحنا نعرف أن هناك يعني مجموعة من الشوربات الجاهزة، إذا نحن استخدمنا هذه الشوربة الجاهزة وأضفنا عليها مثلا الشوفان، الخضار وغيرها، هل يعني تكون هذه الشوربة صحية أو لا؟ بدون تحيز المنتجات الريدي ميد أو الجاهزة الموجودة في السوبر ماركتات وما إلى ذلك، في مواد اللي هي الشوربات، في شوربات عضوية، في شوربات نيتشرال طبيعية، يعني خضروات مجففة يحطونها بغض النظر عن مثلا عندك اللي يحطونها الجلوتامات الصوديوم، هذه اللي زيادتها سبب المواد سبب السرطان، هاي في زيادتها في استخدام بكميات كبيرة ومفرطة، فمرضانا ممكن يستبدلون هذه بالأشياء الطبيعية، كل شيء موجود ومتاح. يعني ما بقول لك ان مثلا مش موجود أشياء الجاهزة مضرة، لا، في أشياء جاهزة ريدي ميد بس مفيدة وعضوية. نعم، يعني نقدر نقول انتقاء الأشياء المفيدة منها، وطبعا يفضل أن يكون الطبق معد بالكامل في البيت بالتأكيد. نعم، لأن أنا بأختار كل شيء فيه حسب رغبة الشخص اللي أنا أأكله. يعني مثلا كان كبير السن طايح في الفراش، مو معقول أحط له في الشوربة حبات ذرة، لان الطفل لو سويتي له شوربه الطفل يحب الذره ويحب يحب خضار معينه في الشوربه، اما كبير السن لا، ممكن نحط له الشوفان، ممكن اهرس له البطاطا، ممكن احط له الكوسه، حسب الوضع اللي عندك، الحاله اللي عندك. التغيير والتعديل في الشوربه سهل للشخص اللي يسمونه الكير جيفر، المعتني بالاشخاص اللي محتاجين عنايه، فسهل عليه ان يحور في هذه الوجبه. نعم، جميل طبعا أستاذة عفرة الحديث عن يعني نقدر نقول طبق جانبي، كيف نحوله إلى طبق مهم وغني بالعناصر، وكيف ذكرت أيضا لي إحنا كيف ممكن نخلي هذه الشوربة للأطفال، كيف ممكن نخليها لكبار السن، كيف ممكن أن يعني نستخدمها بأكثر من طريقة. شكرا لك أستاذة عفرة بن كدة، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم. يا هلا فيكم، شكرا لك. مستمعينا الكرام، بعد ما تناولنا فقرة التغذية المفيدة لليوم، بننتقل معاكم لفقرة يعني لفقرتنا الرئيسية في برنامج صحة وسعادة اللي بتتحدث عن السكري عند الأطفال، ولكن بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا في حال كان عندكم استفسار فيما يخص فقرتنا لليوم على الرقم 4006، وكذلك لاتصالاتكم على الرقم 600551414.
من المعروف مستمعين الكرام علميا وطبيا أن داء السكري ينقسم إلى نوعين، النوع الأول اللي يخص الأطفال بشكل محدد، أما الثاني فيخص البالغين، ولكل نوع وسائل علاجه وظروفه الصحية. وفي هذه الحلقة سيرتكز حديثنا على النوع الأول الذي يصيب الأطفال، ويسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة ميسة صالح، أخصائي طب أطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. أصبح الخير دكتورة ميسة. صباح الخير على حضرتك وعلى مستمعينك الأعزاء. يا هلا فيك دكتورة. بداية حبينا نتكلم معك نبذة عن داء السكري عند الأطفال وأسبابه. تمام، زي ما حضرتك تفضلتي في الأول وقلتي أن السكري عند الأطفال النوعين، أو السكر in general نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. عادة النوع الأول بيصاب الأطفال الصغار ولحد عمر 18 سنة، ولازلنا نرى النوع الثاني كمان في الأطفال الصغار خاصة اللي هم مصابين بداء السمنة. فحضرتك تفضلتي وإحنا هنتكلم اليوم عن النوع الأول. باختصار النوع الأول نوع من داء السكري اللي يصيب الأطفال زي ما أنا قلت، وبيبقى عبارة عن جهاز مناعي حصل فيه لسبب ما خلل، بحيث إن ابتدى جسمنا يهاجم جسمنا، فابتدت خلايا المناعية تنشط وابتدت تهاجم الخلايا اللي في البنكرياس اللي بتفرز الإنسولين. زي ما احنا عارفين الإنسولين هو هرمون له علاقة بأنه يدخل الجلوكوز جوه الجسم جوه الخلايا، فبالتالي ما يرتفعش في الدم ويحصل نوع السكر اللي احنا بنتكلم عليه. ده باختصار هو النوع الأول من مرض السكر في الأطفال. نعم، أيضا يعني نقدر نقول هل هناك يعني أسباب معينة دكتورة؟ بصي حضرتك، لحد دلوقتي السبب الأساسي هو النشاط الغير مبرر للخلايا المناعية اللي ابتدت تهاجمها، ولكن في بعض مثلا المحفزات للنشاط ده، زي يكون الطفل تعرض لميكروب فيروسي عادي جدا، فابتدى الجسم بدل ما بيهاجم الفيروس يهاجم جسمنا. دايما بيبقى في الطفل حاجة بنسميها خلايا جينية معينة، بيبقى الطفل ده معرض للإصابة بالسكر مش من الخلايا اللي احنا بنفحصها علشان نعرف طفلنا معرض ولا لا، ولكن مش معروف غير ان هو النشاط المناعي اللي بيحصل وبيهاجم خلايا اللي هي بتفرز الانسولين في البنكرياس. يعني بس الخلايا اللي بتفرز الانسولين، بقيه البنكرياس بيبقى شغال تمام جدا. نعم، لو بنقول دكتوره ميسة، هل هناك سبل للوقايه وحمايه الاطفال من داء السكري؟ في النوع الاول مفيش للاسف، بس ممكن ان احنا نقلل ظهوره لأن ده خلايا مناعية، فإحنا ما بنقدرش حاجة نوقفها، ولكن ممكن نقلل ظهوره بأن إحنا نبعد عن أن إحنا نستفز الإنسولين اللي هو قليل أوريدي بأن إحنا ناخد سكريات كتير، ولكن هو في وقت ما هنشوفه، بس ممكن نتباعد على أنه يظهر في عمر قليل جدا بأن إحنا ما ناخدش كميات سكريات كبيرة جدا نجهد بيها البنكرياس والإنسولين اللي بيفرز، نبعد ظهور، ولكن هو حيظهر. نعم بالتأكيد. فنقدر نقول أيضا يعني شو اللي ممكن، مثل ما ذكرتي دكتورة أنه لا يوجد علاج للسكري النوع الأول، ولكن شو الجديد في علاج الأطفال من داء السكري؟ هو مش مفيش علاج، هو في علاج، ولكن مفيش حاجة نقدر نمنح. العلاج هو أنا عندي نقص في الإنسولين، فما فيش علاج غير أن أنا لازم أدي إنسولين. حتى يومنا هذا ما فيش علاج غير بالإبر الإنسولين، ولكن حصل تطور شديد جدا في طريقة إعطاء الإنسولين. كان في الأول بنستخدم السرنجات العادية اللي احنا بنستخدمها، دلوقتي بقى في أقلام، السنون الأقلام بقت رفيعة جدا وسهل جدا أن احنا نتعامل بالطفل معها. ابتدى يستحدث حاجات أكتر اللي هي بنسميها مضخة الإنسولين، واستحدثت مضخات على مدى الفترة اللي فاتت وتطورت بحيث إن بقى سهل جدا على السيطرة على طريقة إعطاء الإنسولين وطريقة إن احنا نعمل محافظة على نسبة السكر في الدم بالمضخات. إلى جانب استحدثت كمان
طرق الكشف عن السكر ازاي. احنا كنا الاول في الاطفال اللي عندهم سكري لازم بنقيس السكر ما يقرب عن 8 مرات في اليوم، اللي هو قبل الاكل بعد الاكل بساعتين وعلى الساعه 12 بالليل و3 الفجر. استحدثت طرق للفحص ده غير الطرق اللي هي بالشكاكات، وبقت بنظام ان احنا فحص باجهزه ليها علاقه بالسنسور، فده نوع من التطور في ان احنا بنقلل من الطفل ان هو يتشك كتير. وجود المخدخات والطريقه دي ابتدت تحسن في المجال السكري جدا، والطرق اللي احنا بنتابع بيها بقى في تطور جامد جدا الحمد لله. وان شاء الله الابحاث جاريه على انها يحصل زي نوع من التطور اكتر واكتر على علاج مرضى السكر. نعم إن شاء الله. طبعا هذا اللي نقدر نقوله في يعني الطب، هناك دائما دراسات وهناك دائما تطور ودائما الأفضل. يعني مثل ما ذكرت انتقلنا من مرحلة يعني الخز هذه المؤلمة وإلى مرحلة متطورة أكثر، يمكن يعني تريح الأهالي أو تفيدهم أكثر اللي عندهم طبعا أطفال يعانون من السكري. بالضبط. بس أنا حابة أقول نصيحة للأمهات والأهل، الطفل مش حابه ان انا اتعامل مع طفل السكري على انه مريض، لان ده طبعا نفسيا بيبقى بيقلل من نفسيته وان هو في عنده خلل. هو طفل السكري عنده نقص انسولين، بديله انسولين، بيعيش حياته كويسه جدا، بيلعب بيروح بيجي بيتجوز، كل امورنا طيبه طول ما احنا محافظين على نسب الجلوكوز. لان احنا كتير جدا بنحس ان الطفل ممنوع ومحروم وما تلعبش وما تاكلش، لا، في بقى طريقه ان احنا نسيطر على كل الكلام، بس لازم الاهل يتعاونوا في البيت. يعني مثلا تخيلي حضرتك انا ما عندي طفل بديله شوكولاته والطفل ده انا حرمه من الشوكولاته، لازم الاهل كله يتعاونوا في البيت على ان هو يعالجوا الطفل اللي موجود معانا وما يحسسوهوش ان هو عنده اي نقص. يعني نعم، يعني الحرمان يمشي على الكل نقدر نقول دكتوره، او في يعني يتبعون الاهل كلهم نمط حياه واحد. يعني بالتاكيد اكيد دكتوره الحديث يمكن يكون سهل علينا كأشخاص، ولكن الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة وعندهم طفل لا سمح الله مصاب بالسكري في المنزل، نحن نشوف دكتورة معاناة هؤلاء الأشخاص. يمكن الكلام إن عن تقبل الطفل أو تقبل يعني الأطفال اللي معاه في البيت سهل، ولكن كيف ممكن إن نحن نقنع هالأطفال، وخاصة إذا مثلا أصابوا بمراحل يعني في مراحل متقدمة، يعني يمكن كان طفل طبيعي وبعدها اكتشفوا أنه مصاب بالسكري، فتغيير الحياة هذه على الطفل أكيد دكتورة مو سهل لا على الأهل ولا على الطفل، ولكن نحن دائما نقول أن مساواة هذا الطفل بإخوانه بأقرانه عشان ما يحس بالفرق أنه مثلا عنده مشكلة معينة. مثل ما ذكرتي دكتورة، يعني هو المرض مش عبارة أن الطفل ما يطلع ما يسوي، ما هو نقص في الإنسولين ويتم استبداله مثل ما ذكرتي أيضا، ولكن يعني كيف ممكن الأسرة اللي عندها طفل مصاب بالسكري توفر له الرعاية الطبية المطلوبة وتحميه من أي مخاطر مرتبطة بالسكري؟ صح. بصي حضرتك، أنت ذكرتي حاجة في النص فأنا حابة أن أنا أعلق عليها. نعم تفضلي. لأن ساعات كتير جدا الطفل بيجيلنا في ما يسمى بحموضة سكرية لأن الأهل مش عارفين أنه هو عنده سكر. فحضرتك ذكرتي الجملة دي فأنا هعلق عليها، إن لازم الأهل زي تقولي إيه alarm sign، إن لو طفلي عمل الحاجات دي أبتدي أشك وبالتالي ألحقه قبل ما يدخلي في العوارض الجانبية بتاعة السكر. زي مثلا بنلاقيه عطشان كتير جدا وإحنا مش في مجال عطش، يتبول كتير جدا، وفي أطفال كتير بتكون جافة في الليل ابتدت تتبول على نفسها في الليل، إجهاد، نقص في الوزن. العلامات دي alarming sign ان انا لازم اكشف على السكر، خاصة طفل بيروح الحمام كتير وبيشرب مية كتير ووزنه بيقل. دي بس يعني نقطة عشان حضرتك علقتي عليها. نعم، هاي دكتورة طبعا تعتبر النقطة الرئيسية إذا بنقول في فقرة اليوم، إن كيف ممكن الأهالي إنهم يكتشفون أو الأعراض اللي ممكن تدل الأم إن طفلها مصاب بالسكري، مثل ما ذكرتي دكتورة يعني شرب الماء بكثرة وكذلك التبول بكثرة، هاي ممكن تكون أحد الأعراض إن الطفل مصاب، وكذلك نقص الوزن والإجهاد
وهاي العوامل اللي يجب على الأم أنها تركز عليها. بالضبط، دي مهمة جدا. بالنسبة للنقطة الثانية، إزاي أنا أحمي طفلي؟ دلوقتي إحنا لو ظبطنا دايما حاجة بنسميها السكر التراكمي والجلوكوز، إحنا طفلنا بنعامله كأنه طفل طبيعي تماما، يقدر يلعب رياضة، بس في بروتوكول معين بتبعه مع الجلوكوز وأخذ الإنسولين، والطفل بيلعب رياضة، ولكن يلعب رياضة زي ما هو عايز. وإحنا عارفين إن في بعض لعيبة كرة القدم العالميين مصابين بمرضى السكر وما عندهمش أي مشكلة. إحنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إن إحنا هنعمل زي عام على البيت عندنا، إن إحنا متبعين نظام غذائي صحي، وهو ده النظام اللي أنا أقدر أقي بيه ابني. دايماً عندي دايماً بقيس السكر بتكرار، بأشوف لو في عنده أي عوارض وهو على حتى نظام الإنسولين ظهرت عليه، زي مثلاً دوخة أو برضو زاد النوع من التبول وكده، معنى أن في عندي خلل، خاصة الدوخة وعدم التركيز ممكن تبقى alarming sign أن ممكن يكون عنده نقص السكر، فأقدر أديله المواد اللي هي فيها سكريات عشان ترفع له السكر. لازم أبلغ المدرسة، لأن المدرسة عامل مشترك ما بيني وما بينها، إن يبقى في تعاون ما بيننا وما بين المدرسة، إن أنا دايماً اللي في المدرسة يراعوه ويشوفوا قبل ما يلعب رياضة، ويشوفوا في الدراسة، ويشوفوا مع الأكل ياخد الإنسولين بتاعه. لذا الطفل ممكن يبقاش عايز أو حابب إن زمايله يعرفوا، بالعكس إحنا نخلي إن أمورنا كلها عادية جدا، وأنا باخد إنسولين ومفيش عندنا أي مشكلة. فدي حاجات كتير جدا الأهل لو تعاونوا مع الطفل هتلاقي الأمور ماشية بمنتهى البساطة. وعندنا كتير جدا أمثلة من كده، الأطفال كبرت وما شاء الله هم الدكاترة بتوعنا كمان ما شاء الله. دكتورة، جميل أيضا أن أنتوا عندكم النظرة لهذه الأشياء، ممكن رسالتك هاي تكون اطمئنانية للأمهات أكثر مما تكون، يعني نقدر نقول ننقل لهم الفائدة، وكذلك نطمن الأمهات اللي عندهم أطفال مصابين بالسكري أن هناك أطفال كبروا وما شاء الله هناك لعيبة كرة قدم، وهناك العديد من الأمثلة على أن داء السكري ليس عائق في حياة الطفل وليس عائق في حياة يعني الأهل إن إذا كان طفلهم مصاب بهذا الداء. دكتورة، نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين فيما يخص داء السكري عند الأطفال؟ داء السكري أنا زي ما هو حاجة بيبقى صعبة في البداية على العلاج، ولكنه تعامل معاه سهل جدا. العلامات اللي هي الأعراض على إن الطفل عنده مؤشرات السكري لازم الأمهات تاخد بالها منه، كل ما قدرنا نفحصه بدري ونعالجه بدري كل ما أمورنا بقت أحسن بكتير. في الفحوصات الدورية اللي بنعملها كل سنة لازم نعملها، إن إحنا دايما يبقى في تعاون ما بيننا وما بين الطبيب علشان خاطر دايما نعمل كنترول لنسب الجلوكوز عندنا، ده مهم جدا. إن إحنا نتعاون في الأسرة على ان احنا نساعد طفلنا ان هو يلتزم، ده اهم حاجه في العلاج. نعم بالتاكيد. دكتوره ميسه صالح، اخصائي طب اطفال في مستشفى الجليله التخصصي للاطفال، شكرا لمشاركتك الطيبه في برنامج صحه وسعاده وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها لنا في البرنامج. اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لك. مستمعينا الكرام، كنا اليوم في حديث عن داء السكري عند الأطفال، وحدثتنا الدكتورة ميسة عن أعراض هذا الداء وأسبابه، وكذلك كيف ممكن أن الطفل يعيش حياة طبيعية حتى لو كان مصاب بداء السكري. قبل ما أختم البرنامج أحب أذكركم مثل ما أقول لكم دائما وأرد أقول هذه المعلومة، أن تبرعكم بالدم يمكن أن ينقذ حياة العديد من الأشخاص. يمكنكم مستمعين الكرام أنكم تدخلون على تطبيق هيئة الصحة بدبي واللي هو DHA App وتختارون خدمة دمي وتجاوبون على الأسئلة، وبالتالي تروحون للمركز الصحي وتتبرعون بالدم بعد ما تجاوبون على الأسئلة وتأخذون طبعا
موعد هناك في مركز دبي للتبرع بالدم. ويمكنكم أيضا بطريقة أخرى أنكم تتصلون على الرقم 80342 وتتأكدون من مواعيد هذه يعني مركز دبي للتبرع بالدم، وتروحون وتتبرعون بالدم أو تتوجهون على طول إلى مستشفى لطيفة. هناك يوجد مركز دبي للتبرع بالدم، وهناك مثل أسئلة بسيطة بتجاوبون عليها وبتروحون تتبرعون بالدم إذا كنتوا أشخاص أصحاء ويمكنكم التبرع بالدم. فأنا أقولكم أن تبرعكم بالدم يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص، فلا تبخلون على مجتمعكم وعلى الأطفال المحتاجين للتبرع بالدم. وبهذا نكون وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة. أتمنى أني أكون قدمت لكم ولو المفيد القليل في برنامجنا الصحي اللي نقدمه لكم يوميا على إذاعة نور دبي، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي. اليوم كان معنا الأستاذ يوسف سعد، وكذلك كل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة. كانت معنا زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج كان معنا مخرجنا المبدع دايما محمد عدنان. وكنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دايما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.